محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني باك يمين، محمود وحيد باك شمال، اثنين قلبي دفاع، أحمد فتحي ورامي ربيعة، أو ممكن يكون محمد هاني مساك وأحمد فتحي باك يمين، مش هنختلف كتير في هذا الموضوع. ثم عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة، اثنين محوري ارتكاز وثلاثي أمام جونيور أو خلف جونيور أجاييه، وليد سليمان، حسين الشحات ناحية اليمين، ثم رمضان صبحي ناحية الشمال. أمام حضراتكم التشكيل الرسمي للنادي الأهلي مرة أخرى.